رجعنا من الأستانة، وهناك يعني أمور تلقينا فيها وعود من الجهات الضامنة لتفعيلها على الأرض، وخرجنا بحزمة من الإجراءات، منها وعد بأن لا يقتحم وادي بردة، وعد بأن لا يتم اقتحام على الغوطة، وأن لا تتلقى الفصائل أي استهداف. والحقيقة كل هذا لم يتم، حصل أنه جرى اقتحام، عدة اقتحامات على الغوطة، وحصل تهجير في وادي بردة. فنحن أرسلنا مذكرة قانونية للجهات الضامنة، ونبين فيها موقفنا من مما يجري، وننتظر أيضا الجواب على ورقة تثبيت وقف إطلاق النار، وهذا سيكون في اليوم السادس من هذا الشهر، يعني بعد أيام. عقدنا لقاء بالأمس أيضا لما رجعنا هنا بوجود الأشقاء الأتراك مع الجانب الروسي، بينا بكل تفاصيل ما يجري على الأرض، ونحاول يعني أن نخرج بقرارات جازمة. وضعناهم أمام مسؤوليتهم، إما أن يلتزموا فنستمر، أو لا يلتزموا فيكون هذا نهاية المطاف. اليوم حقيقة تم اجتماع ولقاء في وزارة الخارجية التركية، حضره من جهتنا الوفد العسكري ومندوب عن الهيئة أو منسق العام للهيئة العليا للمفاوضات دكتور رياض حجاب، ورئيس الائتلاف أنس العبدة والأستاذ أنس، ومجموعة من الفعاليات الثورية والقوى الثورية ممثلين عنهم، تكلموا عن موضوع جنيف، وعن يعني استحقاق تشكيل وفد موحد للذهاب إلى جنيف. موقف الفصائل كان واضح جدا، بأننا ذهبنا إلى الأستانة وحصلنا مجموعة جملة من الوعود ونحن ننتظر تطبيقها، لا يمكن أن نذهب إلى مكان آخر قبل أن تطبق واقعنا على الأرض، ولا سيما ثلاث إجراءات: وقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين والمعتقلات، لا سيما النساء والأطفال، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة. نحن وقعنا اتفاقية وكنا رجال فيها، والتزمنا بما نصت عليه الاتفاقية، الطرف الآخر لم يلتزم. تكون العهدة هنا على الضامن، الضامن الذي وضع يده على صدره من جهة النظام وإيران، وقال أنا أضمنهم، فتقع له عهدة عليه. نحن وضعت يدها تركيا على صدرها وقالت نحن أيضا نضمن هؤلاء الفصائل، وفينا بضماننا لشركائنا، الطرف الآخر لم يوفي، ننتظر أنه يوفي، فإذا لم يستطع أن يوفي فهو لما بعده أخلف للوعود، ويعني أشد نكوصنا فيها، ولا يتبين ساعتها أن هناك ثمت نية حسنة. لا شك أن إذا لم يتم الالتزام بما اتفق عليه وبعهدة الضامنين، فالجولة أي جولة للمفاوضات سواء كان في جنيف ولا حتى في المريخ لن تكون ذات فائدة، ستكون عبثية. من النظام يماطل ويراوغ، وعلى الأرض يخالف كل العقود والعهود والقرارات والمواثيق التي وقعها، ولا يحترم حتى كلمته أمام الضامن الذي ضمنه. في الجولات السابقة لم يكن هناك ضامن، حتى الأمم المتحدة لم تكن هناك ضامن، وليس لديها القدرة على أن تكون ضامنة، وقفت عاجزة أمامنا في جنيف في العام الماضي، وقالوا لنا بصريح العبارة نحن عاجزين أن ندخل علبة حليب أطفال إلى مضايا أو إلى دارية أو المناطق المحاصرة.
حاولوا بشتى بذلوا الجهود، دخلت مجموعة مساعدات دولية، لكن لم يتم تغيير أي شيء على الأرض. بالعكس، في تلك الأيام كانت روسيا لم تكن ضامنا، بل كانت طرفا مقاتلا، يعني قواتها لا ننسى أنها يعني ارتكبت مجازر كثيرة في حق الشعب السوري. اليوم تقول نحن ضامنين، وخففوا من القوة الموجودة، ونحن رحبنا بانتقالها من طرف مقاتل إلى طرف ضامن، لكن يبقى هناك عنصر أساسي موجود على الأرض، هو الذي يعني يقوم بتخريب أي جهود باتجاه الحل، وهو إيران. إيران تسعى بكل ما أوتيت من قوة لإفشال أي حل سياسي في المنطقة.